استقبلت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني المستشار تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وعمر الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمقر وزارة الثقافة. وخلال اللقاء رحبت نيفين الكيلاني بزيارة المستشار تركي الشيخ وثمنت التعاون الذي سيتم بين مصر والسعودية. تعاون في مجال الأوبرا، تعاون في مجال المسرح، تعاون في مجال المحتوى، تعاونات مختلفة، تعاون في الفرق الموسيقية، ليالي سعودية، ليالي مصرية مختلفة هنا وهناك، يعني إن شاء الله أشياء ورعايات لبعض الأشياء المهمة إن شاء الله. هل هي كلها تعاونات غنائية فقط ولا هي في تعاونات سينمائية أيضا مع المتحدة صندوق، وفي تعاونات ايضا رياضيه ايضا. التبادل الثقافي بين جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه قائم وممتد عبر سنوات طويله. احنا بندخل مرحله جديده في التعاون مع هيئه الترفيه في مجالات عديده زي الحفلات الغنائيه في الموسيقى العربيه والاوبرا والباليه والدراما المسرحيه، الى جانب طبعا الشركه المتحده مشاركه معنا في هذا التعاون في مجال السينما ومجالات اخرى كثيره في مجالات الفنون والثقافه. طبعا برعايه سياده المستشار وبرعايه معالي الوزيره، وان شاء الله في الفتره الجايه هيتم الاعلان عن كثيرا من التعاون ما بيننا وما بين المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله. احنا سعداء بوجود معالي المستشار، وان شاء الله التعاون في الفتره الجايه يبقى اكبر، وان شاء الله نشوف طفره في التعاون ما بين البلدين.